أخبار اليوم. فنان وائل نور طولوي، مش هقدر أقول أي حاجة بصراحة غير الله يرحمه وينور قبره ويثبته ويدخله الجنة، بس الله يرحمه الله يرحمه. أنا كان بتربطك بيه علاقة صداقة؟ أكيد أكيد. كان بيعرض مسرحية مع أخويا السنة اللي فاتت في اسكندرية، وكنا مرتبطين ببعض يعني، الحمد لله الله يرحمه الله يرحمه.